الفخ اللي تحت ما طلع ريان. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم مع ريان راح نلعب ماب حق تيفو. اوكي ولكم ريان. هلا هلا والله هلا. حبينا نغير شويه، ما راح اشغلكم رقصه فلوس اللي اشغلتكم فيها المقطع اللي راح. فخلونا نبدا الحين. كمل ذا ديفلت سكشن ذن برو فيو ار ذا كينج. اوكي يلا. مره ايزي اتوقع عادي ان شاء الله. الله يستر بس. اوكي هذه ايزي مره. اوكي لحقت انا بعد ما كملنا ونروح الحين. صار مين وين ضيعت انا؟ والله هذه ترقى فوق الظاهر. جمع فوق سلم. انا عبيد بروح لها كذا. بقول مصوره بروح لها كذا. ما يمديك يا اخي، ما يمديك، لا تستعبط. يو اكره الفل. اوكي اكره هذه الحالات تخلص بسرعه. اي شلون هذه ديفولت يعني زي اللي يحميك بس. مره ايزي. الله ايزي طلع فيها اربع مرات. هوب بعدين هوب. الله اوكي ايوه بسم الله. حلو حلو حلو. الله عليك. لا قلنا ما اسويها. اوه ديم اصبر. والله ديم سويته من اول مره، واللي قبله هذه المره سهله ما عرفت اسويها. وش السالفه؟ ها ها ها. الله اخيرا كفو. اخيرا مسوي اللي متاخر. ها اوكي اي اوكي اوكي ايزي. اللي بعد هذه ينقص. ها وش نرقص الحين؟ ما نرقص فلوس، ارقص محفظه فلوس. اوكي برب. امزح 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 والله امزح. لا قهر والله. لاخر شيء اسمع صوت سبيس ايزي يا بدون ما اوقف. ناو بروف يور سيلف از ا ديفولت كينج. اوكي قول ورنا الكينج الحين صدقي. هاي في موت سلوم. والله اللي داري. الحين خلني ها، لا تجي، لا اجلدك. باجي باجي. وينك وينك. بسم الله. يا خربقتني توني. ما رسمنت كذاب. هاي مات. بحاول افعل كل الافخاخ. خلاص ترى مت. والله جريت بقسم بالله. حلوه. وخر سلم وخر. لا انا جاي قبلك. وخر يلا روح. يلا خربت علي كذا. وش خربت عليك؟ روح اصبر خلنا نركز. تكفى اشتغل. لا اخر واحده. اما اخر واحده. والله اخر واحده ترى بدون غش. والله اسهل بدون غش اسهل. يلا يلا يلا. لا اخر واحد. يقطع من الغبار. الحين خلني من القهر قسم بالله. الحين خلني. لا توترني. طيب اوكي. شيف ها رميت علي طماطمت. الفخ اللي تحت ما طلع ريان. اخر واحد قسم بالله. ايزي كفو. من حقي الحين اسوي فلوس صح؟ ايه اكيد. وات از ذيس. او دام. الله اكبر. الله اكبر. اخيرا يا رجل. اي يا ريال. هتعرف ايش هذا الماب الحين؟ قصدي الليفل. او شيت. الله يعيننا الله يعيننا. في بولس ولا ما في؟ ولا هذا على طول عندك تروح على طول كذا. اوكي والله ايزي. والله ايزي الحين. نطع الطرف مره. ما عليك من زاويه مو بزاويه، ما لها شغل. والله اي يا رجال كفو. هذه بونسر على الباب. اوكي ايش الحماس هذا؟ انه بونسر بس ما ادري ايش بالطيف. اوه يبغاك تهدي ما ادري كيف. اوه والله كلوز. فتح اوف 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 اوف. دخلني الثاني بعدين الثاني على طول بونسر على اليسار. والله قوي. اوه ثالثه بعد. بعد ثالثه. اوه اوكي سويت ثانيه. كفو. ثالثه صعبه. دايم يمين مرة. ياه
يا اخي ما قلت لك نططني ثانية. نطي الثلاثة ورا بعض. وات؟ والله بغيت اجيبها بعد نفتح الباب. اوه والله اني ما افتح الباب قسم بالله. الله اما عاد راح اكمل اللي بعد انا بخيس فيها راح. اخ مسكت الطرف كذا كني بطيح كذا سيدع زاوية على اليمين مسكت الطرف كني بطيح ثم نطيت على اليمين. الزبدة اللي عندي كذا بعدين فخ بعدين بسم الله بعدين فخ بعدين بسم الله فخ لا اوه والله بغيت تجيب العيد عيال. اصبر اصبر لا الحمد لله ان الموضوع ما في فلوس عشان ما اخسر. ليتني حاطي فلوس صدق والله. لا والله هذا الماب ريبوكس والله ترى صعبه صعبه جدا اللي ناشف فيها ريان الحين كنت ناشف فيها قبل شوي فالله يعين. اوكي اوكي الله سويتها وحش اوه اوكي اللي بعدين بولز انا قعدت انتظر ريان اللي يقولون ليش ما انتظر ريان ما ادري ايش انطرت ريان لكن والله صعبه انا سويت الصدف تبون الصدق يعني انا قلت سلوم راح عشان ما يصير المقطع طويل مره لانه بنطول مره كذا طول 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 فانا بحاول اسويها قبل ما سلوم يكمل بحاول ان سويت اللي بعده اوكي هنا بولز هذا بستجري بعده طيب المفروض هذه حاطها اخر مرحله مو الثالثه والله صعبه ذي اللي عندي الحين والله مره ايزي مره ايزي شباب والله مره ايزي طولنا لنا في اشياء تافهه قسم بالله اوه ذي مو بتافهه معليش اصبر لا والله تافهه سويت حقت تو امبولد اوكي اللي بعدها والله صعبه ذي شوي لا سقعت في السقف يطمن حاله ان الطيران ما ينفع معها بعد تكفى الله جبناها يا ربيه وات ذي ها الو ديم ذي نختصر يا شباب ولا نروح هنا خلنا نروح ترتيب عشان ما نجيب العيد بسم الله يا ليل اوكي جبنا الاولى لا اوكي على الطرف الثالثه الله بقي الرابع شيت والله صعبه ذي اوه يا الله ديم ديم اقسم بالله ديم طيب لا اهم شيء خلينا التشيك بوينت خلاص تكفى اوه غشينا غشينا ريان اهم شيء تخلص بس لا اوه سويتها ديم هذا وش يعني اروح هنا وات لازم اروح اللي وراها ديم والله صعب يا عيال اوه سويتها سويت اللي بعدها ديم تكفى الله وحش قسم بالله يا عيال غيرا يا ساتر بقي هذه هذه ان شاء الله يزي لا والله مو بيزي اوكي لا امس قاعد في الدائره نفسها الله يا الله في ناس يقولون لا تقول اخيرا اقسم بالله العظيم طولت بشكل لا يوصف تخرب مره اقسم بالله حرام يا اخي عرفت هذا لازم تنط النط الاولى بعدين تضغط اس عشان الثلج اوكي اوه تكفى قولوا لي اني سويتها تكفون 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 الله يا الله سويت سويت بس من أوكي. اللخمه رحت للمرحله اللي بعدها وطبيت في الثلج وعلى الفخوخ ما ادري ايش
تكفى. والله 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 كفو. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. هذه ايزي كذا؟ والله ايزي. لا والله مو بايزي اللي بعده. طيب جربنا ننط من البونسر من كل الاطراف ما عدا في البدايه، يعني لو نطينا من البدايه اتوقع افضل كذا. ها والله شفتوا كيف؟ والله كلوز قسم بالله. اوكي ريسبون. تكفى. لا والله والله تكفون تكفون. اوكي بعدين. اوه فزنا، خلصنا الباب يا عيال. اخيرا يعرف ايش يور اوفيشلي ذا كينج اوف ذا. طبعا للاسف يعني الرجال غلط سنيك للحين، لكن طفع الكيل على ما يقولون، فما لومه صراحه. خذينا منديل كود في اس ال. اوه كود في اس ال مره ثانيه. يقول لك يا ذا كينج حاط الكرسي عشان كذا يعني حركات، تعطيها ركسة فلوس فوق الكرسي. فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. يا ريت ما تنسوا زر اللايك. الماب حلو بس انه صعب. اوكي توقعت اسهل من كذا للامانه، كل ما بات اقول كذا بس والله هذا الماب يعني طلع روحي. فشكرا ريان يعني انك واسيتني وكذا وعززت لي وحركات واسيتني هذه، ما ادري وين طلعت بس اوكي. المهم لا تنسوا زر اللايك، اشتركوا القناه اذا ما كنتم مشتركين، كود الماب طلع لكم كذا. يعطيكم العافية جميعا، وشكرا مقطع امس خش ترند، فان شاء الله هذا المقطع يخش ترند. شكرا خير، سلام.